طيب خليني أبدأ معك ماجد تويجري، الحديث عن محمد نور ورسالته اليوم للاتحاديين، وبلا شك أنه واحد خدم الاتحاد، واحد أحد نجوم الاتحاد، واحد من أساطير نادي الاتحاد محمد نور، لا يمكن تذكر الأسماء اللي مرت في تاريخ الاتحاد ولا تذكر اسم محمد نور. يوجه هذه الرسالة بعد حال الاتحاد اللي لا يسر لا صديق ولا حتى بعيد. خلينا نقول جميل، شوف محمد نور شعبي في ظهوره الإعلامي، يعني حتى لما يعني يظهر إعلاميا يحسسك وكأنه يسولف مع صديقه ويوصل للنقطة اللي يبغاها، واضح يعني ما يلف ما يدور. أوكي، وهو رجال يقول لك أنا أتحدث عن كرة القدم، أفهم في كرة القدم أكثر مما يفهم فيها دكتور الجامعة. أوكي، لأنه في النهاية هذه لعبته، هذه صنعته. محمد يبقى رمز اتحادي كروي كبير جدا. يمكن لو كنا منطقيين إذا قلنا تاريخ الاتحاد كله، يمكن في نظري أنا هو رقم واحد، وله يعني سطوة كبيرة على مستوى وجوده في المنتخب السعودي ووجوده كلاعب آسيوي مهم. وأعتقد أنه محمد نور لو قدر له في وقت من الأوقات أنه يحترف خارجيا، ممكن أن يلعب في أهم وأعتى الأندية. على أي حال، بس فقط يعني أختلف مع أبو نوران في زاوية واحدة. أنت تقول أنه لملموا الأوراق ولا تنتقدوا، يعني خلوا اللي يبغى يحب الاتحاد يجي إلى داخل نادي الاتحاد ويحل مشاكل نادي الاتحاد جوا. وأنت يا أبو نوران الآن قاعد تنتقد اللاعبين، توجه انتقادات حادة لهم، وجهت في ظهور إعلامي آخر بعض الرسائل لبعض الصحفيين وكأنك تلومهم على عدم انتقاد الإدارة. في تصوري في الاتحاد الشق أكبر من الرجعة. الاتحاد يعاني ويعاني ويعاني، والحل ليس فقط، يمكن ناقشنا في حلقة موسعة جدا هنا الوضع الاتحادي، ولا أبغى أزيد كثير على كلامي ولا أبغى أعيد كلامي لأنه كلنا عارفه، وفي ذاك اليوم يعني علم وانتشر على الأقل عند الاتحاديين أنفسهم، جمهور وإعلام وكل شيء. باختصار أشوف أن محمد نور واحد من الحلول، سواء إذا صدقت الأنباء أنه قريبا إذا انتهت إيقافه راح يرجع ويلعب، الله أعلم هل هي هذه حقيقة ولا لا، بس أعتقد أنه يخطط لشيء من هالقبيل، وترى يلعب معدل ساعتين ونص إلى ثلاث ساعات يوميا، وجسمه ما شاء الله لا يزال محافظ عليه. إن لم يكن كذلك، أوكي، أنا أؤيد بأن تسند مهمة يعني لمحمد نور داخل النادي. صدقني، وأنت تعرف يا تركي ومحمد يعرف وأكيد الأستاذ محمد، أنه محمد نور لما كان يلعب في الفريق بين الشوطين وقبل المباراة يقدم مجهود معنوي كبير جدا، كان يهز يتكلم يهز غرفة الملابس، وله تأثير على اللاعبين، ومش يخافون منه، لا يحبونه ويحترمونه. فأنا أعتقد ضمن الحلول اللي ممكن تكون إيجابية للاتحاد.